يمكن من بعد الانتقادات اللي جات لك نفس القصة اللي عملها بتجري وراك انك بتقلد عمرو دياب وفي المزيكا في الشكل في الكليب ايه بقى؟ تعال نرد بقى. كل ده اي كلام، انا بشوفه كلام وخلاص، وفي الاخر بتخش الفيوز بتكتر على فكرة. في الاخر انت نفسك اللي بتنتقد تقول عمرو دياب، انت نفسك بتشوف الكليب وبتعجبك الاغاني وبتتابعني وبتيجي الحفلة على فكرة وبتشوف كل حاجتي انا بشوف ان كل ده اي كلام، وكل ده بيفيدني انا، ما بيضرنيش خالص وما بزعلش منه خالص. اتكلم عني كتير، قول ان انا بقلد عمرو دياب، قول ان انا بعمل كل حاجة، انا بنجح. طول ما انت بتقول عمرو دياب انا بنجح، ما بتضايقش. انت اصلا على علاقة طيبة جدا بالهضبة عمرو دياب وبتحبه جدا اصلا دياب الاساس نفسه. يعني عمرو دياب نفسه اللي هو صاحب الفكرة بتاعت رامي وعمرو دياب، لما قعدت معاه ففي واحد كده قعد، الناس اللي شغالين حواليه بيقولوا له ده رامي صبري بيقلدك يا ريس وبتاع. فالحقيقه رده انا استغربته، انا افتكرته هيتريق هقول اه بيقلدني بتاع. لا خالص، ده هاجمه قال له ما تقولش كده لان ده فنان وهو ما بيقلدنيش ومش بيقلدنيش، وهو من احسن الناس اللي بتعمل مزيكا. وانا فاكر ان هو ذكر اسم حمائي، يعني بمناسبه نجوم ريكورد. ايوه ذكر حمائي وذكر حسام حبيب، قال ان الثلاثه دول هم اكتر ناس، هم طبعا زمايلي بحبهم ووجهوا لهم برضو تحيه، فنانين كبار حمائي وحسام حبيب. اكيد. وبتمنى بقى اسمع البوم حسام حبيب بقى، لان احنا على انتظار مستنيينه.